بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، نكمل إن شاء الله في الرؤى. تكلمنا بالأمس عن رؤى من شهر 7، سنتكلم اليوم عن رؤى من شهر 11 للعام المنصرم 2019 بالتاريخ 21/11/2019 بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالرؤى واحدة تلو الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالرؤية الأولى من ذلك التاريخ. تقول الرؤية أن غور الأردن التنازل عنه لحزب الشيطان بشرط أن يبدو كأن حزب الشيطان هو الذي استولى عليه، يعني بأمر ضم أو الاستيلاء أو غيره، ولكن على ما يبدو أن هناك اتفاق مسبق ما بين الطرفين في موضوع غور الأردن، ولا نعلم هذا الاتفاق كان بالتراضي أم بالابتزاز أم بالتهديد أم بالوعيد أم بغيرها، ولكن هناك شبه اتفاق أو اتفاق ما بين الطرفين حسب ما أتت به هذه الرؤية. ننتقل إلى الرؤية القادمة. الرؤية القادمة تقول المشاريع، وهذه الرؤية أيضا إخواني من نفس التاريخ 21/11/2019، تقول أن المشاريع التي سيتم عملها في المنطقة المستعادة أو المؤجرة اللي هي بين قوسين، يعني نحن نعلم اسمها الغمر والبقورة لصالح الأردن بحسب اتفاق وادي عارة كما نعلم، سيتم عمل مشاريع تجارية الظاهر أنها للأردن ولكن الحقيقة أنها لحزب الشيطان، يعني لربما لا زال يعني هناك أجزاء من الاتفاقيات أو ملحقات، أو أن لا زال الابتزاز قائم على الأردن أو الضغط عليه قائم عليه، ولا نعلم حقيقة الأمر، ولكن يعني هذا ما أتت به هذه الرؤية. ونذكر إخواني دائما أن الرؤى ظنية وليست قطعية ولا يترتب عليها أحكام شرعية. ننتقل إلى الرؤية التي تليها وأيضا من تاريخ 21/11/2019. تقول الرؤية تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو، وشفنا إخواني أنه قد تم تقديم لوائح اتهام ضده، وأنه الأخير يعني استمر في عملية الترهيب والابتزاز حتى يبقى على رأس السلطة. ونقول يعني لربما هذه الرؤية قد أصبحت من الماضي. طيب ننتقل إلى الرؤية التي تليها أيضا من نفس التاريخ. يقول أو تقول الرؤية لقاء سري بين قيادي في غزة وجهاز الأمن الإسرائيلي بواسطة مصرية لإرساء نقاط التفاهم مع غزة. يعني قد يقول البعض هذا من متطلبات التفاهمات الأمنية، ونقول يعني هذه الرؤية جاءت ربما كان هناك هدف من إظهارها، والله أعلم يعني لما جاءت هذه الرؤية. ننتقل إلى الرؤية التي تليها وأيضا من تاريخ 21/11. تقول الرؤية أنه التقويض، تبدأ بتقويض التقويض والتهديد بإنهاء دور فتح في غزة وإعطاء حماس صلاحيات أكثر فيها كنوع من لي يد عباس. يعني إخواني كما نعلم أنه عباس لم يسلم كفاية، بالنسبة لنا هو سلم أكثر بكثير من اللازم، ولكن بالنسبة للطرف الثاني لا زال يريد الطرف الثاني لعباس أن يقوم بالتنازل أكثر وأكثر وأكثر وإلى ما لا نهاية، وسيتم استخدام كل الطرق حتى يجبر عباس على التنازلات أو ما يريده حزب الشيطان. وهنا يتم استخدام حماس أو إعطاء أمور لحماس من قبيل لي يد عباس حتى أنه يتنازل أكثر وأكثر. ننتقل إلى الرؤية التي تليها من تاريخ 21/11/2019. تقول الرؤية الضربات الأخيرة على غزة متفق عليها، يعني فيها إشارة أنه يتم تنبيه الطرف الآخر في غزة أنه سيتم ضرب منطقة كذا وكذا وكذا لإخلاءها من سكانها، وهذه فيها كثير من الاعتبارات، يعني من الاعتبارات أن الشيطان وحزب ولا يريد أن يظهر بمظهر
المتوحش أمام الرأي العالمي، ويريد أن يسجل نقاط في هذا الأمر في جهة الطرف الثاني، وهكذا إخواني، يعني لها أكثر من معنى. ننتقل إلى الرؤية التي تليها من تاريخ 21/11/2019، يقول أن اغتيال قائد جهادي تم بضوء أخضر من تنظيمه كونه صار مطلع على معلومات سرية بين تنظيمه وبين حزب الشيطان. يعني من المؤكد إخواني أنه تجري هناك محاولات ابتزازية أو محاولة شراء الطرف الآخر المفاوض بكل طريقة من الطرق، حتى انه ينحاز الى صالح الشيطان وحزبه. واحيانا اخواني يتم التنازل، ويكون هناك جهات لا ترضى عن هذا التنازل، فتكون فتصبح هناك مصلحة مشتركة ما بين حزب الشيطان وبين الذي تنازل على التخلص من هذه الجهة الرافضة، فيتم عقد اتفاق او غض النظر او يعني التغاضي عن معلومات استخباراتية، وهكذا حتى يقوم حزب الشيطان بالوصول إلى هذا الشخص أو إلى هذه الشخصية التي تقف حجر عثرة أمام هؤلاء. ونقول والله أعلم في معنى هذه الرؤية. ننتقل إلى الرؤية التي تليها بتاريخ 21/11، تقول الرؤية كما تلي: توهان في غزة وكثيرون وصلوا، يعني في غزة، لمرحلة أريد أن أعيش، أعطونا أي حل. يعني عملية الإغلاق والمحاصرة والتجويع والتضييق لها هدف، الهدف أنه الناس تصل إلى هذه المرحلة وتقبل بأي حل. هنا إخواني نذكر يعني من ناحية شرعية أن المسلم أشد بلوى، وأن هذه الدنيا سجن المؤمن، على كل مؤمن مبتلى مكروب مهموم أن يبث حزنه لله عز وجل، وأن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل، وأن يحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى. وممنوع علينا أن نتنازل للشيطان وحزب الشيطان عن أي جزء يمس عقيدتنا، ونحن نعلم إخواني أن الأرض المقدسة هي جزء أساسي من عقيدتنا، جاءت في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونحن نعلم إخواني أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ونعلم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني هذه كلها وهذه الآيات تدل على أن المسجد الأقصى والأرض المبارك هي جزء من عقيدة المؤمن، ولا يجوز أن نفرط فيها، يعني تهون أو يهون كل شيء لقاء المحافظة. ونذكر إخواني يعني في حال أننا لا نستطيع أن نقدم إلى الأرض المقدسة أي شيء نحتسب أجرنا، أنت غير مطالب بأن تكلف نفسك ما لا تطيق، ولكن على الأقل لا تصل إلى مرحلة التنازل. كلمة أعطوني أي حل، كلمة أريد أن أعيش، تعني أن الناس وصلت إلى هذا الخط، ونحن هنا مطالبون بأمر القرآن: اصبروا وصابروا، أن نصابر الناس وأن نقول لهم اصبروا على ما ابتلاكم به عز وجل، هذا من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يرفع درجات في الجنة، اصبروا على هذا الابتلاء، وإن شاء الله أجركم على الله درجات عالية في الجنة. ننتقل إلى الرؤية التي تليها أيضا من تاريخ 11 أو 21/11/2019، يقول إنه إغلاق مكاتب التربية في القدس كان معلوم سلفا لدى السلطة. يعني هناك يتم إخبار هذا الطرف بما سنقوم، وهذا الطرف يغض العين ويصم الآذان عن هذه التصرفات، وهذا من قبيل التنسيق، ولكن يعني مثل هذا التنسيق يعطي الطرف الآخر في هذه الحالة السلطة المجال أن تستنكر وأن تعلن وتشجب هذه العمليات، ومثلها وعلى غرارها يعني تكلم ولا حرج. ننتقل إلى رؤية أخرى في تاريخ 21/11/2019، تقول هذه الرؤية: مخططات. مخططات، تذكروا ماذا تعني كلمة مخططات؟ لتحويل مدارس دار الأيتام
طبعا احنا بنتكلم دار الايتام هي مدارس موجوده في القدس لحضانه البلديه، يعني بمقصد اخر تغيير المناهج الدراسيه. ونتذكر اخواني ان المناهج الدراسيه هي ما يتشربه ابنائنا وما يشب عليه حتى يصبحوا، وما يشب عليه حتى يصبحوا يعني غلمان وشباب، فهي اساس من اساسات التربيه. يعني ان لم نكن نستطيع أن نقوم بتدريس طلابنا مناهجنا التي يرتضيها الله عز وجل، فعلى الأقل في بيوتنا إخوان، في بيوتنا نقوم بإصلاح ما أمكن إصلاحه مما تعطي مدارس ومناهج الشيطان وحزبه، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، رؤية أخرى من تاريخ 21/11/2019 تقول هذه الرؤية دخول عالم آثار تابع لحزب الشيطان لمصلى باب الرحمة لفحص قدرة الباب على التحمل ولفحص النقوش على حجارته. يعني فحص النقوش على الحجارة هي حتى يجدوا حجة يقوموا بالاستيلاء فيها على مصلى باب الرحمة، وفحص قدرة الباب على التحمل حتى يعلموا إن كان بإمكانهم أن يقوموا بفتح الباب من الخارج عند الضرورة. هذه رؤية إخواني، وفيها تذكير أنه لابد من محاولة المحافظة على مصلى باب الرحمة. ونذكر إخواني نحن مطالبون بالمحافظة السلمية، نحن ننصر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينصرنا إذا شاء. فمحافظتنا على باب الرحمة إنما تكون بعمارته والصرافيه ليس أكثر، والباقي على الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى رؤية أخرى من تاريخ 21/11/2019 تقول هذه الرؤية لا زالت التسريبات للعقارات وخاصة في بلد القديمة وسلوان مستمرة. هنا إخواني يعني ننبه ونذكر أن هذه الدنيا يعني لا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة، ومهما كان الذي يعرض عليك ومهما كان هذا الذي ستقبضه من مال، مهما كان بنظرك عظيم، فاعلم أنه قليل عند الله سبحانه وتعالى ولا يسوى ولا يستحق أنك تفرط بجزء من أرض الله سبحانه وتعالى قال عنها إن الأرض لله، إن الأرض لله، أفتبيع ملك الله لعباد الله عز وجل. يعني عليك أن ترتضي، أن تقبل، أن تكون ضيف الرحمن في أرض الرحمن، في الأرض المباركة. نحن ضيوف على الرحمن في هذه الأرض، سواء في الأرض المباركة أو في كل الأرض، ولكن الأرض المباركة بالأخص نحن ضيوف على الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فهذا يعني أن الدنيا وما فيها وكل ما للدنيا لا يسوى أن تقوم بالتفريط بهذه الأماني التي أمنك الله عز وجل عليها. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من يجهل علاقته مع الله عز وجل، ويجهل عظمة الآخرة، ويجهل دنو هذه الدنيا. ننتقل إخواني إلى رؤية أخرى من نفس التاريخ الذي نتكلم عليه 21/11/2019 تقول هذه الرؤية أن ترامب يهدد ابن سلمان بقصف مكة في حال أخل الأخير بتعهداته. يعني الأخير اللي هو ابن سلمان على ما يبدو أنه تعهد بتعهدات ترضي الشيطان أو تحقق جزء من رغباته وأمله في أحداث آخر الزمان. وعلى ما يبدو أن ابن سلمان يعني يقع تحت ضغط شديد جدا ما بين الشيطان وما بين الناس الذين يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وبالأخص خلال التواصل الاجتماعي. يعني نحن يعني هنا ننصح ابن سلمان أن يترك الشيطان وحزبه وأن يعود لله عز وجل، وأن لا يقوم بتنفيذ أي عهد، لا عهد فيه ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يتبرأ من هذه العهود التي يرضى عنها الشيطان ولا يرضى عنها الله عز وجل، وأن يعيد ما أمكن إعادته إلى الإسلام والمسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. رؤية أخرى من نفس التاريخ 21/11/2019 تقول أن هناك خلافات كبيرة في السلطة على السرقات وتهريب الأموال. يعني إخوان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أصبحت الأرض المقدسة أو ما يرتضيه هؤلاء
من الأرض المقدسة يعني أصبحت هينة جدا، بأن يتم بيع والتنازل عن أمور كثيرة، لقاء أموال، وهذه الأموال يعني يختلف عليها هؤلاء المتنازلين حتى تصبح محط السرقات، يسرق هذا من هذا ويسرق هذا من هذا، ويريد هذا أن يهرب جزء من ماله إلى الخارج ويضعه في بنك كذا وكذا، والخلافات موجودة، معنا لا نراها إلا أنها موجودة، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. هذه إخواني كانت الرؤى من هذا التاريخ، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نكمل إن شاء الله في درس قادم باقي الرؤى، لربما غدا أو بعد غد نكمل المجموعة الثالثة من الرؤى حتى نصل إلى آخر الرؤى التي جاءت قبل بضعة أيام أو تجمعت لدينا إلى غاية اليوم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم بإذن الله.